وسط بادية الحماد السورية وفي صحراء حتى الأشواك تجد صعوبة فيها بمعرفة طريق الحياة. تشردت مئات العائلات النازحة من ريف حمص الشرقية هائمة على وجهها بعد أن أغلقت أمامها الحدود وأثقل كاهلها جحيم الحرب. مخيم حدلات القابع على الحدود السورية الأردنية يعيش سكانه الهاربين من بطش النظام وطغيان داعش أقسى الظروف، مع غياب المنظمات الإنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة وانعدام الخدمات، وسط تعتيم إعلامي حول النازحين بالمخيم لسكان كوكب آخر. النقطة الطبية في المخيم نقطة طبية مصغرة، عبارة عن هي غرفة يعني استشفاء من تخت وطاولة بس. في عندنا كذا حالات يعني بالمخيم، حالات صعبة يعني مثل القيصرية النسائية مثلا، مثل الولادات، في عندنا اختلاجات، في عندنا مرض السكر والضغط والقلب، في عندنا كذا حالات يعني بحاولنا نفوت على الأردن وما حاسين نفوتن. في عندي هذيك اليوم ماتت عندي حرمتين بدن عمليات قيصرية، ما حسنا نفوتن، ما رضوا يفوتونا ياهن وما حسنا نفوتن على المخيم. يعني بالنسبة للمواد لا عندنا أدوية ولا عندنا أجهزة طبية أبدا، شوفت عينك ما عندنا غير هالطاولة والسرير اللي عم نفحص عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. الواقع التعليمي في المخيم هو الآخر على حافة الهاوية، فجيل كامل هناك يقاسي الأمرين جالسا على التراب، علّه يتعلم بعض الحروف ليكتب بها في يوم من الأيام تسقط إنسانيتكم الزائفة.